صعوبة التمثيل من سهولته بتعتمد على المخرج، زي ما قال لك المخرج هو اللي بيختار الممثل على حسب الكاركتر بتاعه. يعني مثلا في واحد مثلا ممثل بيكون الكاركتر بتاعه دائما بيكون هادي، يعني مثلا زي شخصية أحمد زكي في مسرحية مدرسة المشاغبين، فكان شخصية أحمد زكي هي في حد ذاتها كاركتره إنه شخص هادي كده. والنقطة اللي ذكرتيها إنه بالمناسبة مرات بعض الممثلين ما بيقبلوا الأدوار، ليه؟ لأنه المخرج ممكن يكون رأيه مختلف تماما من رأي الممثل. يعني مثلا واحد يكون مثلا شخصية رصينة عموما، وشخصية مثلا عندها هيبة وكده يعني في المجتمع، فما ممكن يمثل له دور مرأة أو دور حبوبة. تخيلي زول محترم كده وشخصية رصينة، وفجأة إنه يعني يعمل لك فيها إنه حبوبة ويتكلوج كده ويعمل لك حركات وهناي، فالحاجة دي ممكن هو نفسه يعني ما يقبلها. فدي بتعتمد على المخرج وبتعتمد على الممثل. وبالنسبة للدور الشر ولا الدور بتاع الخير، ده بيعتمد على التقمص الشخصية نفسها. صحيح. فدي بالنسبة للممثل دي بتكون حاجة أكيد المحترف، ما بتكون بالنسبة له حاجة صعبة.